تخيل كده انت قاعد مع نفسك بتخبط في اي حاجة وفجأة ظهرت لك حاجة غريبة وفضلت ورا الحاجة الغريبة ديت لغاية لما اخدت بسببها جايزة نوبل. كل ده بالصدفة، انت متخيل العظمة؟ اهو ده بالظبط اللي حصل مع العالم ويليام رونتجن في اكتشافه للأشعة السينية او ما تسمى بإكس راي. ايه هي الأشعة السينية؟ ده اللي هنعرفه مع بعض ان شاء الله في الفيديو ده. بس قبل ما ابدا الشرح طبعا وانا بقرا التعليقات، عجبني تعليق باسم اسراء محمد. التعليق ده فيه بتقول انها بتشهر الفيديوهات على قد ما تقدر. ده معنى انها بتشهر الفيديوهات على قد ما تقدر، ده كده ليفل الوحش في الدعم، فحقيقي شكرا جدا. وبرضه ما تنساش لو انت شيرت الفيديوهات في جروب انت متواجد فيه عرفتني في الكومنتات عشان احييك واشكرك. تاني حاجه اللي عنده اي اقتراح او اي راي برضه يعرفنا في التعليقات، وما تنساش برضه تضغط لايك على الفيديو وتشترك على القناه لو ما كنتش مشترك، وبرضه تفعل زر الجرس لو ما كنتش فعلته. وتعالوا بينا يلا نبدا ونعرف ايه هي الاشعه السينيه. معاكم المهندس محمد رضا من انتروبيا. عام 1894 كان عندنا عالم يسمى ويليام رونتجن. العالم ده كان شغال في المعمل بتاعه وعلى التجارب بتاعته على انبوبة شعاع الكاسود. المهم عمنا رونتجن كان شغال عادي جدا، وفجأة جه يغطي الانبوبة لاحظ ان فيه ضوء خارج من الانبوبة، والضوء ده نور شاشة كانت قدامه. فمن هنا قعد يتساءل ازاي الاشعاع ده خرج من الانبوبة وانا حاطط غطا على الانبوبة، والغطا ده المفروض يعزل الاشعاع، لان احنا عارفين الضوء المرئي لما نحط اي حائل الضوء المرئي ما بيعديش. هو قعد يستغرب وفضل ورا الاشعاع ده وقعد يجربه على الاجسام اللي حواليه، وفجأة استعان بالمدام بتاعته وخلاها تجيب ايديها وحط ايديها فوق لوح وصلت الاشعاع عليها، وبعد شوية لاحظ ان في صورة للعظم بتاع ايديها اتكونت على اللوح ده. فمن الاندهاش ردت المدام بتاعته قالت له I have seen my own death، معنى الكلام ده لقد لقيت حتفي، او من الاخر كده انا شفت موتي او شفت العظم بتاعي. المهم الراجل المحترم المبجل اللي له فضل كبير في ان احنا هنستخدم الاشعه السينيه، وطبعا تطورت على مدى السنين اللي فاتت دي كلها، وتطورت الى اشعه الرنين المغناطيسي وغيرها من الاشعاعات اللي بتقدر تصور لنا جسم واجزاء الجسم. حبيبي تسلم. المهم عمنا رونتجن كان مستغرب ازاي قدرت تخترق الحائل او الغطاء اللي احنا غطيناه بالانبوبه، وازاي قدرت تصور العظام، فكان امر الاشعه ديت بالنسبه له مجهول، فهو سماها بالاشعه اكس. لا مش الاكس اللي في بالك يا خلبوس، احنا عندنا في العربي لما نيجي نطلق على مجهول بنقول المجهول اسمه سين، يعني مثلا مجهول سين وصاد، فالشائع عندنا المجهول سين، كذلك باللغه الانجليزيه بنقول المجهول عندنا مجهول اكس، فهو سمى الاشعه دي باكس راي، يعني الاشعه المجهوله. فالاشعه ديت ما كانتش مرئيه بالنسبه لرونتجن، هو بس حس اثرها، فبالنسبه له هي كانت اشعه غير مرئيه واشعه غير معلومه، او ما كانش يعرف ماهيتها، ومن هنا سماها اشعه اكس. طيب احنا كده عرفنا ليه سميناها اشعه اكس، وعرفنا ازاي اكتشفها العالم رونتجن. تعال بقى نتكلم في ازاي بنقدر نحصل على اشعه اكس. عشان نعرف ازاي بتخرج اشعه اكس محتاج تتعرف على انبوبه كوليدج. اول حاجه عندنا بيكون في الانبوبه ديت هو الكاسود، والكاسود عباره عن فتيله انا بسخنها بدي لها طاقه حراريه عشان تسخن وتخرج الكترونات. يبقى اول حاجه فتيله، ثاني حاجه مصدر لتسخين الفتيله، يعني فرق جهد بأثر بيه عشان يسخن لي الفتيله. وبعد كده داخل الانبوبه بيكون في هدف من التنجستين، والهدف ده مهمته ان الالكترونات لما تصطدم بيه بتخرج الاشعاع، وموجود ريش تبريد، والريش دي مهمتها انها بتبرد الجهاز عندنا او انبوبه كوليدج، لان جزء كبير جدا من الطاقه بيفقد على هيئه حراره، فلازم شيء يبرد الانبوبه عشان تقدر تستفيد من الطاقه المفقوده ديت. واخر حاجه عندنا بيكون مصدر جهد عالي مستمر، والمصدر ده مهمته ان هو عشان لما الالكترونات تخرج انت تبدا تزود المصدر فالالكترونات تزيد معاك، وده اللي هنعرفه بالتفصيل في شرح العمل بتاع الانبوبه. بكل بساطه اللي بيحصل خلال انبوبه كوليدج هو انك بتسخن الفتيله بمصدر التسخين اللي عندك، فاول ما تسخن الفتيله الالكترونات تبدا تخرج، ولما الالكترونات تبدا تخرج انت بتزود فرق الجهد المستمر اللي عندك، وفرق الجهد لما يزيد يبقى انت بتزود الطاقه الكهربائيه اللي بتضيفها، فالطاقه الكهربائيه هتسخن الفتيله اكتر، فالفتيله هتخرج الكترونات بطاقه اكبر. يعني بتسخن فتيله بتزود جهد كهربي بيخرج لك الكترونات بسرعه كبيره. الالكترونات اول ما تخرج من الفتيله دلوقتي الطاقه متوزعه على الالكترونات بسرعه عشوائيه، فجزء من الطاقه بيطلع بطاقه كبيره جدا وبيقدر يصطدم في الهدف ويدخل داخل الهدف، وبتقدر تقول كده زي ما يكون بينتقم وبيصطدم بالالكترونات القريبه من نواه ماده الهدف. وتاني نوع عندنا من الالكترونات هو الكترونات بتكون الطاقه اللي معاه على قده، فهو يا دوبك جاي يطلع بيحصل له فرمله في الطريق، فالطاقه بتاعته بتقل، ولما الطاقه تقل نقصان الطاقه ده بيؤدي للاشعاع، وده اللي هنعرفه دلوقتي
ان احنا عندنا نوعين من انواع الاشعاع اللي خارجين من انبوبة كوليدج. تعال نشوف النوع الاول من الالكترونات اللي هو بيكون واخد طاقة على قده، غالبان هو واخد طاقة على قده وبيطلع يتفرمل في الطريق او بيحصل تصادم خفيف كده، فبالاخر ما بيقدرش يخترق في المادة. المهم النوع الاول ده بيسبب لك ما يسمى بالطيف المستمر لاشعة اكس. طيب بيحصل ايه عشان يخرج لك طيف مستمر لاشعة اكس؟ تخيل معايا كده الالكترونات دي خارجة بسرعة على قدها، لكن وهي في الطريق بيحصل لها فرملة، فبالتالي لما تتفرمل فالطاقة بتاعتها بتقل، يعني طاقة الحركة اللي الالكترونات ماشية بيها بتقل. وبناء على كلام العالم ماكسويل هيرتز قالك لو حصل نقص في طاقة حركة الالكترونات، النقص ده اوتوماتيك هيتحول لإشعاع، والإشعاع ده المقصود به هنا بقى الإشعاع المستمر أو الإشعاع المتصل للأشعة السينية. فخلاص عرفنا ان الطيف المستمر ده ناتج من خلال الفرملة اللي بتحصل للإلكترونات. الإشعاع ده نظرا لأنه بيطلع طيف مستمر يعني طيف متصل بيسموه الإشعاع الناعم أو الإشعاع اللين أو الإشعاع الكابح أو الفرملة، كل ده أسامي تدل على الإشعاع المتصل للأشعة السينية. وتاني نوع عندنا بقى وهو الطيف الخطي للأشعة السينية، وده بيحصل بقى مع الإلكترونات اللي ليها طاقة عالية اللي خارجة بطاقة كبيرة. خلاص الإلكترونات خارجة بطاقة كبيرة، شم نفسها كده وخارجة شد حيلها، راح على طول على مادة الهدف، هي خلاص مش هتسمى على مادة الهدف، هتدخل جوه مادة الهدف تقترب من الذرات بتاعة مادة الهدف وتخترقها وتدخل للالكترونات القريبة من نواة مادة الهدف. انت شايف قدرتها وصلت لفين؟ بتصطدم بالالكترونات القريبة من نواة ذرة مادة الهدف او ذرات مادة الهدف. فلما الالكترونات اللي جاية من الفتيلة تصطدم بالالكترونات القريبة من نواة مادة الهدف، اللي بيحصل في الحالة ديت ان الكترونات مادة الهدف بتطلع لمستويات عليا او تغادر الذرة، بس لو طلعت لمستويات عليا ونزلت تاني هتطلع اشعاع طاقته كبيرة جدا، وبرضو لو غادرت الذرة هيحل محلها الكترون تاني، وفي الحالة دي هيخرج منها اشعاع كبير جدا وطاقته كبيرة جدا، ومن هنا نقدر نقول ان احنا حصلنا على الطيف الخطي للاشعة السينية. والطيف الخطي للاشعة السينية بيسموه الطيف المميز او الحاد او الشديد، يعني من اسمه كده اظن الكلام مفهوم ومبلوع، اللي هو انت عندك النوع الاولاني خارج بطاقة صغيرة، حصل نقص في السرعة يعني نقص في الطاقة، فخرج اشعاع بدرجات متفاوتة، فبالتالي اسمه اشعاع ناعم. اما الاشعاع التاني هو عبارة عن اشعاع شديد لانه جاي نتيجة ان هو واخد طاقة جديدة وطلع واصطدم بالكترونات مادة الهدف وسبب الاشعة المميزة. بس لازم تعرف ان الاشعاع المتصل والاشعاع المميز كل واحد منهم بيعتمد على حاجة معينة، يعني الاشعاع المتصل بيعتمد على فرق الجهد بين الفتيلة والهدف، فكل ما تغير لفرق الجهد الاشعاع ذات نفسه هيختلف في الطول الموجي بتاعه، ده بالنسبة للاشعاع المتصل او اشعاع الناعم. النوع التاني وهو الطيف الخطي بيعتمد على العدد الذري لمادة الهدف. احنا قلنا الاشعاع بيخرج نتيجة التصادم اللي بيحصل جوه مادة الهدف، فالتغير بيحصل في مادة الهدف، فبالتالي الإشعاع اللي هيخرج هيكون يعتمد على نوع مادة الهدف، فأنت لما تغير لمادة الهدف يبقى أنت بتغير الطيف الخطي للأشعة السينية، فالطيف الخطي للأشعة السينية تعتمد على مادة الهدف، يعني بتعتمد على العدد الذري لذرات مادة الهدف، وكل ما عدد الذري زاد كل ما التردد بتاع الأشعة دي زاد، يعني طاقتها زادت والطول الموجي بتاعها قل. وبكده نكون فهمنا إيه هي الأشعة السينية، فبكده عرفنا إن الأشعة السينية هي أشعة بتكون غير مرئية وليها أطوال موجية صغيرة جدا، يعني ترددها وطاقتها كبيرة، وفي نفس الوقت نظرا للخواص اللي بتمتلكها ديت لها القدرة على انها تخترق الاوساط المادية ولها القدرة انها تخترق الكثافات العالية. فدلوقتي نقدر نجاوب على الاسئلة اللي عمنا رونتغن ما قدرش يجاوب عليها، ليه الاشعة ديت اخترقت الحاجز اللي هو حطه او الغطاء اللي هو حطه؟ عشان خاطر الاشعة دي بيكون لها طولها الموج صغير جدا، فبالتالي التردد بتاعها عالي فبتقدر تنفذ خلال الاوساط، ومن هنا برضو كان سبب في ان الاشعة السينية تستخدم في الكشف عن العظام او تبين ان كان في كسور في العظام ولا لا. ليه بيحصل الكلام ده؟ لان انت عندك دلوقتي الاشعه السينيه طاقتها كبيره، يعني طول الموج بتاعها صغير زي ما احنا لسه قايلين حالا، فطول الموج الصغير ده فبيقدر يخترق الاوساط بدرجات متفاوته، وده اللي بيحصل لما نيجي نحط دراعنا على اللوح الفوتوغرافي الحساس عشان الاشعه السينيه تلقطها وتيجي صوره للعظام. اللي بيحصل ان الاشعه السينيه بتيجي تخترق اجزاء مختلفه من جسمنا او عناصر مختلفه من جسمنا، عنصر الجلد وعنصر العظام، وكل عنصر من دول او كل حاجه من دول ليها كثافه مختلفه، فبالتالي انت لما تيجي تشوف الاشعه السينيه هتلاحظ تضرب في الالوان بتاعتها، فبالتالي مرورها خلال العظام بيختلف عن مرورها خلال الجلد، ومن هنا
لو في كسر في العظام فهي هتقدر تبين ان في فاصل بين العظام، ومن هنا يتبين لنا قدرتها الفائقة على اختراق الاوساط. وبرضو بما ان لها طاقة عالية فلها قدرة عالية على تأين الغازات، وبتستخدم برضو في الكشف عن العيوب في الصناعة من خلال قدرتها الفائقة على اختراق المعادن واختراق الاوساط بدرجات متفاوتة. نقدر نبين او نكشف العيوب اللي موجودة في المعادن عندنا او في اي صناعة احنا بنستخدمها. وبكده نكون انتهينا من فهم الاشعة السينية. بس كالعادة تعال نبص على الموضوع بقى نظرة اكاديمية ونعرف ايه الاسئلة اللي ممكن تجيلنا في خلال الشرح اللي فات ده. وكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة. فلو عجبك المحتوى ما تنساش تدعمنا بلايك وشير واشتراك على القناة، واللي ينشر ويعمل الدعم ده كله يعرفني في الكومنتات تحت، وما تنسوش برضو تشتركوا على جروب الانتروبيا على الفيسبوك. وشكرا.